بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سأتكلم فيه عن تعديل بالـ CSS باستخدام الـ jQuery. كنا تكلمنا كيف عدلنا على الـ HTML وعملنا مواضيع الـ get والـ set والـ add والـ remove والقبل والبعد والـ before والإلى آخره، قمنا فيها في الأربع دروس السابقة وكانت جدا دروس مهمة. سنكمل هذه الفكرة، ولكن الآن ليس HTML، الآن CSS، أي كيف سنعدل بالـ properties الـ CSS وكيف سنتحكم بأن نضع أي element في class ونخرجه من class أخرى. يعني مثلا عندنا هذه النصوص، سنقوم بهذا العمل، هذا النص سيتحول لأزرق وهذا سيصبح أكبر بكثير وهذا سيتحول لأزرق ويكبر، فأضغط زر فيتحول كل شيء إلى ما قلناه، ونعيدها ويضغط عنا زر التحويل والإعادة. مثلا أطلب اللون properties معين، أضغط أريد اللون السطر الثالث فيظهر لي أنه أسود 000، وغير اللون وأطلب اللون فيظهر لي أنه لون أزرق 00255. أطلب تغيير ألوان الخلفية، أستطيع عمل زر أيضا أظهر لي ألوان الخلفية فيظهر لك لون الخلفية كأليرت. خلينا نبدأ نقول بسم الله. بداية أحضر كود مكتبة jQuery أنسخها، وأبدأ كالعادة بشغل ال HTML بالطريقة اللي أفضلها. أنا سأضع division حتى يشمل النصوص، حتى عندما تكبر وتصغر لا تتغير الأزرار، لا تتغير أماكن الأزرار. نسمي هذا div1 وأغلقه. داخل div1 سيكون كل العمل. أول باراجراف سأعطيه ID v1، هذا النص سيتحول إلى أزرق. أغلق ثاني باراجراف ID V2، هذا النص سيكبر كثيرا. أغلق V3، هذا سيتحول إلى أزرق وسيكبر كثيرا. نغلق V، نعمل البوتون الأول اللي هو البوتون اللي هيكون مسؤول عن التحويل، نسميه B1، أول النصوص ونطلق. طيب أنا الآن أريد أن أضغط هذا الزر فأريد أن أحول البروبرتيز هنا. هناك طريقتين أو طريقتين أساسيتين، إما أن أقوم بتعريف، وهذه طريقة ضرورية، بتعريف كلاسات وهذه الكلاسات لها خصائص، وأطلب أن يقوم الجيكويري بأن يضيف هذا الاي دي إلى كلاس تحت كلاس معين فيأخذ خصائصه، أو أني أطلب كل ID على حدة وأغير خصائصه مباشرة. سنقوم بالطريقة الأولى والثانية. طيب أولا أضع كل شيء يمين يسار، أول شيء أعمل ستايل، أضع الدايركشن right to left، يعني ضرورية للتشكيل يعني. طيب أحمل كلاس سميه بلو، أوكي، وأقول له كلاس بلو الكلر اللي فيه بلو أزرق. سأعمل كلاس سميه بيج وأقول له هذا الكلاس الفونت سايز فيه مثلا اختار اكس اكس لارج. طيب هنعمل سيف jQuery يردين، طبعا أنا عندي ملف يكون دائما. طيب نعمل سكريبت، مفهوم الشغل اللي عم نعمل الآن. طيب أريد أن أقول له ال B1 ضعه في كلاس البلو، وال B2 ضعه في كلاس البيج، وال B3 ضعه في الكلاس الأول والثاني. أقوله بكل بساطة B1 add، ليس element هذه المرة، add class. ما هو الكلاس؟ هو B1 قلنا blue. طيب الآن
البي 2 ايضا اد كلاس ويكون الكلاس بيج. طيب البي 3 ايضا اد كلاس وسيكون الكلاسين بيج وبلو. سيف نشوف شغلنا عليكم. هذا سيتحول ازرق، هذا سيكبر، هذا سيتحول ازرق ويكبر كثيرا. طيب نسيت نقطة، الديف اللي عرفناه نعطيه ابعاد سنضمن انه يستمر بشكل هو يريده، اعطيه ويدث 250 بكسل واعطيه هاي 200 بكسل. حتى لا اتحرك الازرار. ريفرش ريفرش ريفرش. طيب حول النصوص، هذا النص سيتحول ازرق، هذا النص سيكبر كثيرا، وهذا سيتحول ازرق وسيكبر كثيرا. لاحظ حولت هذا ازرق، حولت هذا كبر، اعطيته بيج، لاحظ كيف كانوا هذا أزرق. ثم حولت كل واحد الى، ليش الأبعاد أنا هنا ليست 250 بكسل خليتها هاي، والويدث خليه 300. طيب ما نضيع وقت بهذا. طيب الآن عملنا أول حل اللي هو حل تحويل النصوص. طيب أنا أريد أن أعيد هذه النصوص كما كانت، بعمل بطن وأعطيه أي دي أسميه بي 2، أقول له أعد النصوص، أغلق هذا البطن وأذهب أنسخ ألصق وأعدل الشكل، أقول له بي 2 من هنا ريموف أ كلاس. لا الآن سنقوم بعمل، عفوا الآن سنقوم بعمل ريموف ريموف كلاس، وأطلب وأقول له اسحبه من الكلاس اللي كان به هو البلو. نفس الرموز العمودية خلينا ننسخها ريموف، نعمل سيف، نعمل ريفرش. هذا النص تحول أزرق، هذا سيكبر، هذا سيتحول أزرق ويكبر. أعد النصوص، أعدت النصوص كما كانت. أوكي طيب الآن خلينا نشيل البوتونز من داخل الدب، الدب اللي حطيته أساسا ننظم الشغل صار يضيع لي وقتي. طيب الآن خلينا نعمل البوتون الثالث اللي هو موضوع أنه بزر واحد حول وأعد الأزرار. طبعا تعرفوا هذه، تذكركم بالفيد إن والفيد أوت، هذه الحركة نفس الفكرة. أنا بقول بدل ريموف أعمل لي توجل كلاس وأحدد الكلاس هذا بأنه بلو، ضعفوا في البلو ثم احذفهم البلو، ضعفوا في البلو، ضعفوا في البيج ثم احذفهم البيج، ضعفوا في البيج والبلو ثم احذفهم البيج والبلو حسب ضغطة الزر، واعمل ريفرش. الآن ماشي، حول النصوص، أعد النصوص، عفوا لم تحول النصوص لأنه هذا بي 3 بي 3، معلش الحرارة مأثرة استمرت يومين، معلش. حول النصوص، أعد النصوص، حول وأعد، حول وأعد، حول وأعد، أوكي؟ طيب خلينا الآن نعدل، سنعدل قلنا أظهر لون السطر وأظهر لون السطر، وكذلك ماذا قلنا تغيير خلفية. أعطيه بطن ID B4 أظهر لون السطر الثاني. خلينا نخلص البوتونز ثم نرجع على HTML. بطن ID B5 غير خلفيات النصوص او غير احجامها، غير اللي بدك اياه. طيب كيف اظهر لون النص الثاني؟ عفوا السطر الثاني او اي شيء، او كيف اظهر اي بروبرتيز موجوده عندي اظهرها برساله كما تريدون. كيف اقوم بذلك؟ اقوم بذلك كالتالي. بدايه اخطاء
اختار الزر الذي سيكون عليه الفانكشن اللي هو قلنا البي 4، نفترض اني سميته بي 4، سميته الحمد لله. لما يصير عليه كليك قم بالتالي اعمل لي اليرت، وداخل هذه الاليرت استدعي من؟ استدعي البي 2 السطر الثاني، اوكي؟ واظهر لي سي اس اس بروبرتي نيم، ما هي الكلر؟ انا عم اغير بالكلر فاريد ان تظهر الكلر. سكر سكر اصلا نقطة، ريفرش، اوكي اظهر لون النص الثاني اسود. طيب حول النص، السطر الثاني ما زال اسود، السطر الثاني ما زال اسود، السطر الثالث، السطر الثالث انا اغير واحكم بالبي 3. طيب ريفرش، الان اظهر السطر الثالث 00، حولت الان السطر الثالث اصبح ازرق، اوكي. طيب الان ساضغط زر واغير خلفيات النصوص. بكل بساطه حدد الزر واقول له غير لي السي اس اس لكل الازرار، لكل الاي ديز اللي عندي. حدد البي 5، في حاله صار على البي 5 كليك قم بماذا؟ غير بروبرتيز اللون في جميع الباراجرافز اللي عندي، كاسع اضع واحدة واحدة، اضع واحد لحاله اللي تريده. CSS properties name سيكون background color، والvalue سيكون هذا احمر مثلا او يعطي الوان مختلفة، اوكي. هون Ctrl C Ctrl V Ctrl V نسق، ياخذ لون موحد مثلا او اغير كل واحد تعطي لون مشابهة الفيديو. طيب حول النصوص، اعد النصوص، حول واعد، اظهر لون السطر الثالث كان اسود، عندما حولناه اظهر لون السطر الثالث كان ازرق، غير خلفيات النصوص، غير خلفيات النصوص كلها. هذا هو درس اليوم، استطعنا ان نتحكم موضوع السي اس اس عن طريق الجي كويري. كل ما هناك هو موضوع الاد كلاس والريموف كلاس والتوجل كلاس، وموضوع ان نظهر ال CSS color او properties او الى اخره، وكذلك كيف اسند عن طريق ال CSS اغير color معين لباراجراف. يعني هذا الباراجراف ID انا وضعته تحت كلاس فيه color معين، ولكن غيرت هذا color الى color ثالث والى اخره، كل هذا عبر الجيكويري. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.